نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسما توضيحيا يسلط الضوء فيه على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على المناطق غير الآمنة لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة. وأبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة للعام 2021 إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير تلك المناطق، لافتا إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات على رأسها بشائر الخير والأسمرات بما ساهم في انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة.